دكتورة مها منورانا، وفكرة جريئة وفكرة جميلة، لكن ممكن واحد يجي في خياله يقول الله، طب يعني هم اصلا قادرين ازاي يعملوا حاجة زي كده؟ ده هم يعني بيواجهوا تحديات كبيرة جدا، واحيانا بتبقى تحديات جسدية وتحديات نفسية. مظبوط. هم عندهم القدرة ان هم يفكروا في حاجة زي كده في وسط خلينا نقول المعمعة فعلا. انا راجل عشت التجربة دي، فانا عارف يعني ان هي معمعة. ايه رأي حضرتك تردي على الكلام ده ازاي؟ عشان كده دايما بقول من رحم الألم تولد الحياة. طبعا ربنا بيدينا قوة يعني فوق ما تتخيل يعني. الحمد لله. طبعا، وده شفته الحقيقة مع المحاربات. أنا نفسي كسفت من نفسي والله. كلمية شوية عن مسرحية سحر الحياة. انتوا عملتوا عرضين وكانوا كويسين جدا، ازاي فكرتي انك تعملي فكرة زي كده وتجمعي الناس؟ بص، هي الفكرة كانت من 8 سنين. كتبت على صفحتي بوست ان انا نفسي ان انا اعمل عمل درامي ويكون فيه ممثلين حقيقيين. وكان نفسي ان يكون الممثلين اللي موجودين كمان يكون عندهم اصلا كانسر، بعيدا عن الابطال اللي في الجمعية عندي. هنعرض جزء طبعا على الشاشة. ولكن حاجات كتير قوي وقفتني، من ناحية الفلوس او من ناحية البيروقراطية، او من ناحية ان في ناس مثلا قالت لي ما ينفعش ممثلين يوافقوا يكون عندهم كانسر ويوافقوا ان هم يقولوا ان هم عندهم كانسر، ده بيأثر عليهم في الشغل. فضل الحلم جوايا. اتقابلت مع دكتور نبيلة حسن مخرجة العرض ومؤلفة العرض، وحكيت لها، قالت لي الفكرة حلوة جدا ان احنا عايزين نظهر كل الحاجات اللي احنا نفسنا نقولها للناس، يعرفوها عننا ما يعرفوهاش، ازاي يتعاملوا معانا. حاولنا لكن برضو الموضوع وقف وما قدرناش نعمل حاجة. بعدين اتقابلنا من حوالي 5 شهور، وفي يوم واحد الورق كله خلص والإجراءات كلها خلصت، ونزلنا عملنا البروفات في الأكاديمية. الله. والمسرحية طلعت في خلال أكاديمية الفنون. هايل. ده كان أول عرض. ودكتور نبيلة كلمت المفننين الممثلين اللي جم مثلوا معانا، وكلهم رحبوا جدا بالفكرة، ومفيش أي حد فيهم خد مقابل إطلاقا. يعني كلهم كانوا حتى دايما يقولوا للدكتورة انت بتدينا هدية ان احنا نعمل حاجة زي كده. وسبحان الله، بعد ما شلت فكرة خالص ان انا يكون حد معايا من الفنانين الحقيقيين عنده كانسر، اتفاجئت ان حد من اللي موجودين معانا فنان كبير، استاذ ياسر صادق، بطل من الابطال. وهو كمان يعني غير ان هو كان معانا في العرض الاولاني، هو اللي ساهم بعد كده ان احنا ندخل بالعرض بتاعنا في مهرجان القومي للمسرح. هايل. وعرضنا على خشبة المسرح القومي، والعرض نال استحسان ناس كتير جدا. ما كانش في مكان فاضي. العرض كان بيتكلم عن 6 مبادرات. مش عارفة حضرتك تسمح لي أقولهم ولا لا؟ تفضلي طبعا. أول مبادرة هي ذراعي خط أحمر، ودي مبادرة لكل أبطال الكانسر اللي عندهم سرطان ثدي. إحنا لما بنشيل الثدي بنشيل معها حاجة اسمها غدد ليمفاوية. أيوة. فده بيأثر علينا ان احنا ما ينفعش نعمل اي مجهود اطلاقا لدراعنا خالص، لان ده بيسبب ولا تقفي جنب نار ولا تقفي على البوتاجاز والحاجات دي. كانه مش موجود اصلا. فانا عملت المبادره ديت عباره عن اسوره اخذت براءه اختراع من اكاديميه البحث العلمي، لان احنا بنعلق فيها باركود تحط فيه كل البيانات الشخصيه والخاصه بالشخصيه اللي لابسها. جميله جدا جدا. ومكتوب عليها مصطلحات متعارف عليها دوليا، ممنوع الحقن والضغط والدم. ممنوع الحقن والضغط. وبالعربي ذراعي خط احمر. ده ليه؟ لان احنا لما بنتاثر في ذراعنا باي خبطه او لسعه او تعويره او ده بيعمل مرض اسمه الانفيديما، بيخلي ذراع تتخن وتبقى عامله زي رجل الفيل للاسف. ومع الوقت ممكن يحصل بتر لو اللي قدامك مش فاهم يتعامل معاك. طبعا الباركود ده بيساعدني في يطلع كل الانفورميشن، كل حاجه تخص لبزينه المريض. عملنا منها السيليكون لسبب. بص حضرتك برضو ده لطيفة جدا، فيها باركود بحيث لو انت رايح مثلا وانت مريض كانسر مش قادر تتكلم، ممكن تكون جاهل بمرضك، ما عندكش تفاصيل، ده يديك كل المعلومات عشان الناس تتعامل معاها ازاي. دي فكرة جميلة جدا جدا. دي اول مبادرة حطها في جيبي. تاني مبادرة كارت الخدمات المتكاملة لدعم ابطال السرطان. ده ليه؟ لان احنا بما اننا بقى عندنا اعاقه في ذراعنا ستات او رجاله، لان سرطان الثدي سيدات ورجال، فاحنا بننادي او بنناشد وزاره التضامن انها تدرج ابطال سرطان الثدي تحت مسمى ذوي الاحتياجات الخاصه.
بحيث ان احنا نقدر ان احنا يبقى بنستخدم الكارت كارت الخدمات المتكامله وكمان يبقى لينا حقيه في 5%. طبعا ده مهم جدا لان ده كمان بيغير، لانه في بعض الناس في العمل للاسف بتبقى يعني بيترفضوا وده شيء وحشي الحقيقه. ده شيء وحشي للاسف يعني جداً. المبادره الثالثه صندوق لدعم مرضى السرطان الغير قادرين. ده لان في منتهى الاهميه. لان احنا لما المريض بيجيله المرض مره ثانيه وثالثه ورابعه ده بقى انتشاري. فللاسف بيبقى في عدد محدد من العلاجات على نفقه الدوله طبعاً. بينتهي، فبالتالي المريض ما بيبقاش قادر ان هو يصرف على نفسه او يتعالج ثاني. فاحنا محتاجين يكون في صندوق موازي الدوله حتى هي اللي تكون يعني متحمله او متمسكه في هي اللي ماسكاه. يعني شيء مهم جدا يكون عندنا صندوق لدعم مرضى السرطان الانتشاري بالذات والغير قادرين. طبعا لانه تكلفه يعني كمان رهيبه جدا يعني. انا مش معنى ان انا بقيت انتشاري فانت تسيبني لحد ما اموت، لا، انا لحد اخر لحظه انا محتاج ان انا افضل اعيش واتعالج. دي المبادره الثالثه. المبادره الرابعه التجميد حق لابطال السرطان. لان احنا كستات ورجاله لما بنتعالج العلاج للاسف بيؤثر علينا ايجابيا. تجميد بويضات وكده مظبوط لراجل او للست. ايوه، فبحيث ان احنا نقدر نعمل ده قبل ما يبدا العلاج بتاعه او بتاعها، بحيث انه لما يخلص ويخف يقدر ان هو يعيش حياه طبيعيه اذا كان راجل او ست. طبعا بالفن نهزم السرطان. دي مبادره هي المفروض انها تاني مبادره اصلا. مبادره جميله جدا جدا. احنا بنعمل فيها في الجمعيه كل حاجه فيها فنون. احنا انا بالنسبه لي الفن ما هوش التمثيل فقط، لا، الكلمه ممكن تكون نوع من انواع الفنون. لو قلتها بطريقه حلوه بتطلعك لسابع سماء، ولو قلتها بطريقه مش كويسه بتنزلك لسابع ارض. فاحنا بنجيب ناس متخصصين تطلع كمان الشحنه من الفرستريشن او الاحباط بتنسيك او الاحباط وتنسى اللي انت فيه وتحس ان انت شخص عادي قادر تعطي وتعمل وتبدع كمان. مبسوط. المهم بنجيب ناس تعلمهم هاند ميد مثلا، وبنعمل لهم بعد كده معرض بيطلعوا المنتجات بتاعتهم. بنجيب لهم ناس تعلمهم ازاي يحطوا مكياج، نجيب لهم ناس يعملوا لهم فيلر وبوتوكس، تفصيل، صحافه، اذاعه يعني. عملنا قبل كده تعاقد مع وزاره الشرق الاوسط، تعلمهم ازاي ان هم يبقوا مذيعين راديو. يلا انا معاك، وهو لو محتاجين يعني حاجه حاجات القصص يا دكتور وكتابه القصص. يلا اللي عايزه تبقى مذيعه ناجي اجربها. واخر مبادره هي مبادره الكشف المبكر لسرطان الثدي للرجال. لان ده الرجال يا جماعه خدوا بالكم. ايوه، لان ده بدا يظهر بوضوح يعني. يعني نفسي ان زي ما احنا بنعمل كل شهر في شهر اكتوبر توعيه للسيدات ازاي تكتشف انها عندها سرطان ثدي، نعمل ده للرجاله. اتحدى ان في راجل يبقى عارف ازاي يكشف على نفسه او يكتشف المرض ده ازاي، او ايه الاجهزه حتى اللي هو ممكن يستخدمها عشان يطمن على نفسه.